عم تهددينا؟ إذا بترجعي بتحكي معنا بهالطريقة وقتها. آليا آليا طولي بالك، خلص اعملي اللي بيناسبك وبدك اياه، بس ما في داعي تقربي من أبهي باللي عم تعمليه، وليكون كل شي ماشي منيح فالأحسن إنه أنت تخبرينا قبل ما تعملي أي شي، لأنه نحن فريق واحد وأكيد رح نساعدك إذا سألتينا. يعني ما في داعي تتصرفي من عندك، عم تفهمي؟ ليكو بالعادة بسألكن قبل ما ساوي شي، بس اليوم الوضع كان كتير خطير وما قدرت إني خبركن، يعني لا تواخذوني إني ما خبرتكن على هي القصة. وعم تتمسخري كمان؟ أنا بورجيكي. خلي هالشغلة ببالك مني، لا تحاولي إنك تتزاكي علي، يمكن تكوني أقوى مني بس أنا أذكى منك بكتير، فهمتي شو عم أقول ولا لا؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً.